نحن هذا جماعة من لي كونتراكتيل، فينا أطباء عامين وفينا المهند بيوميديكال وفينا البيولوجيست وفينا الزينفيرمي ميديكو زينفيرمي ديتا ولي ساج فام، ومطالبين سنة وست أشهر معدلين كونترا كوفيد ظهرك، مطالبين رئيس الجمهورية عدلوا لنا كونترا إنديتيرميني، مطالبين عود كونترا هنا إنديتيرميني، كنا مقدمين الخدمات ومن هذا المنبر مطالبين السيد الرئيس الجمهورية يعدل لنا كونترا عود إنديتيرميني. كما تعرفوا الجائحة الحمد لله ظهرك تعتبر جائحة وفاة، وهو السبب الأساسي اللي خلانا نوقف ما قدرنا نوقف الفترة الفايتة، والله أثناء الفترات الفايتة أثناء الجائحة وأثناء موجاتها ما قدرنا نوقف، ما رضينا بها أخلاقيا الحقيقة، لأن كنا في كما تعرفهم الصف الأمامي للتصدي للجائحة بمتحوراتها وموجاتها، وبالتالي ما أخلاقيا أن نوقف في الشارع ولا نوقف نطالبوا بحقوقنا ونخلوا المستشفيات اللي إحنا على أساسهم هو بلدنا. جات الموجات الثلاثة كما تعرفوا صدينا لها الحمد لله بتوفيق من الله تعالى، بتوفيق من الله صدينا لها وكنا الحمد لله موفقين في ذاك التصدي، وكانت الحمد لله النتيجة كما تعرفوا. بعد سنة وست أشهر من التعاقد أجبرنا أنفسنا من خلال الوزارة الوصية على أن مستغني عنا أو عن بعضنا، وهو ما نعتبره حقيقة استغناء تعسفيا، ومن ذا المنبر مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافنا في هذه القضية، لأن عانينا الحقيقة وانقلنا العدوى لهن ومرضنا، وقايلين نحن على أن ساعدنا مملي في إنقاذ البلد من انهيار، لأن الجائحة كما تعرفوا جاءت مفاجئة، وجاءت مفاجئة لأكبر الدول، سببت لها الشلل وسببت لها فشل في الطواقم الطبية وفي المنشآت الصحية بشكل عام.